السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد من حديث الصحافة، وفيه نتابع أبرز عناوين الصحف المحلية والدولية، ونستعرض معا أهم مقالات الرأي والتحليل لأشهر الكتاب والمحللين، ونقرأ ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والدولية، والبداية من صحيفة الجمهورية. عودة التوتر بين الحوثيين والسلفيين في دماج بصعدة واجتماع استثنائي للجنة الرئاسية. اليمن تبدأ التفاوض مع كوريا لتعديل أسعار بيع الغاز المسال. البنك المركزي ودائع العملاء لدى البنوك تجاوزت 1 تريليون ريال. توقيع اتفاقية مع مركز التراث العالمي لترميم مدينة زبيد التاريخية. القبض على 5 مطلوبين أمنيا بينهم أحد المتهمين بقتل سلفادور تايز. فرنسا تؤكد استعدادها لعمل عسكري ضد سوريا رغم رفض بريطانيا. صحيفة أخبار اليوم. صعدة، سقوط ضحايا وتدمير منازل وإحراق مزارع في قصف حوثي عنيف على دماج. صحيفة يمن فوكس. حشود مسلحة من الحوثيين تزحف إلى دماج وسط قصف بالأسلحة الثقيلة ومدفعية الهاون من الصماعات. كلفوت مفجر الكهرباء والنفط الأشهر عبر فضائية مقربة من صالح يتهم حكومة الوفاق بالتواطؤ مع قتلة نجله. وفي المواقع الإلكترونية الإخبارية نستعرض التالي. المصدر أونلاين. وزير المياه: مشروع التحلية بتعز توقف مع وفاة الأمير سلطان. مظاهرات حاشدة مناهضة للانقلاب في مصر وسط انتشار كثيف للجيش والشرطة ومقتل 6 متظاهرين. وسيط: مقتل 4 باشتباكات بين الحوثيين والسلفيين في خرق للهدنة بين الطرفين. مقتل القيادي بالقاعدة قائد الذهب وخمسة من مرافقيه في غارة جوية بالبيضاء بعد يوم من زفافه. عدن أونلاين. الضالع: المسلحون يواصلون اختطاف سيارات المواطنين والأمن هو الغائب الوحيد. الصحوانت. اللجنة الرئاسية تحذر من خرق التهدئة بدماج دون أن تدين الحوثي المتجاوز. المؤتمر الوطني للشباب يؤكد على تمكين شباب من مناصب الدولة ويدعو للاهتمام بأسر الشهداء. سيول الأمطار تهجر 12 ألف نازح بالمزرق محافظة حجة. الأهالي نت. مسلحو الحوثي يعتقلون 6 مواطنين في مديرية مجد بصعدة. إيران تقترح تشكيل لجنة سياسية لحل المشاكل العالقة مع اليمن. وفي الصحافة العربية والدولية نتابع العناوين المهتمة بالشأن اليمني. الحياة السعودية. اليمن: مقتل سهر العولقي ومتشددين في هجوم لطائرة من دون طيار. المدينة السعودية. وفد أمني في صنعاء لاستلام مواطن جيبوتي متورط في قتل قاض فرنسي. البيان الإماراتية. التعاون الخليجي يجدد دعمه مسيرة التسوية في اليمن. الشرق الأوسط. إصابة عميد كلية الحقوق في تعز برصاص مسلحين. القبس الكويتية. القات في اليمن سلوك يومي لشعب بكامله. تجارة بالمليارات وبائعون بشهادات جامعية وعائلات يتبدد دخلها. مقال ناصر يحيى في الصحوة نت، نبدأ به مقالات الرأي والتحليل، والذي حمل عنوان عملاء بلا عملة.
قارن فيه بين ما يمارسه الإنقلابيون في مصر وما كان يمارسه المخلوع علي صالح في اليمن مع بداية ثورة الشعب الشبابية السلمية، مؤكدا أن حالة الارتباك كانت هي السائدة. ما زلنا نتذكر كيف اتهم الرئيس المخلوع علي صالح ثورة الشباب والشعب ضده بأنها عميلة وتدار من غرف عمليات سرية في تل أبيب وواشنطن، لكن شخصا ما سعل بشدة عندما سمع الزعيم يتهم أمريكا بالتآمر ضده، وربما همس في إذنه: ما تركبش يا فندم، خليك في إسرائيل بس. حتى السكرتير الصحفي فقد بوصلته يوم حادثة التفجير في مسجد الرئاسة، وتغلبت عليه تربيته الشيوعية في بلغاريا وعدن، واتهم أمريكا بأنها وراء الحادث. ولابد أن فندم فهم كل حاجة قرص أذن الرفيق وهو يقول: شلوك الجن، من فين جابك يا مدبر؟ ما حصلش إلا أمريكا تتهمها. وسبحان الله، فرغم غرفة العمليات والإصرار المؤتمري على أن الربيع العربي صناعة أمريكية، إلا أن الزعيم سافر آمنا مطمئنا للعلاج في أمريكا، وهو يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي ماربريس كتب هائل الصرمي: الشدائد معارك انتصار وليس انكسار. أشار فيه إلى أن النصر قادم وتطلعات الشعوب ستتحقق رغم ما تمر به الأمة من مآسي. نحن على ثقة بأن الله سيفتح نوافذ النصر لأهلنا في مصر وأحرارها من حيث لا يحتسب الإنقلابيون وأعوانهم أو من حيث يحتسبون، وسيعقب ذلك انتصارات بإذن الله. فقد تعاقبت الانتصارات على المسلمين بعد غزوة أحد بلا توقف باختلاف صور الانتصار، لكنهم صبروا وانتصروا وتحول ميزان القوى بعد هذه الغزوة لصالحهم، ثم تعاقب التمكين عليهم حتى اكتمل نصابه، وإن ظهر بعضه في شكل المحن والهزائم بالمفهوم المادي حتى بلغوا الغاية وأتم الله عليهم نعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فلا يأس ولا قنوط ولو أطبقت السماء على الأرض ما دام هذا المفهوم بارزا في ضمائر المسلمين وشعورهم. وهل يصح إيمان المؤمن إلا به؟ فلا إيمان لمن لم يثق بوعد الله ونصره، والله غالب على أمره والعاقبة للمتقين. في يومية الثورة نطالع مقال جمال أنعم: الصعود الكاشف. أكد أن الحالة المصرية ذات حقيقة واحدة لا ثانية لها، هي الشرعية التي جاءت بالصناديق والتي يجب أن يتعامل الناس بها وعن طريقها. في مصر نحن أمام حالة فوز حقيقي عبر آلية ديمقراطية محضة صعد فيها فصيل وطني بجدارة وباختيار شعبي وعبر صناديق الاقتراع، وعلينا التعامل مع ما حدث وفق مقتضيات هذه المشروعية وبحسب قواعد الممارسة الديمقراطية وشروطها ومبادئها الملزمة. المشهد المصري وخطورة تداعياته على المنطقة هو عنوان مقال الصحفي عبد الباسط الشميري في يومية الجمهورية. ناقش فيه الواقع المصري وتداعياته وأثاره على الساحة المصرية والعربية، مشيرا إلى أن مصر ذات بعد إقليمي مؤثر، وبالتالي لا بد من حرص جميع أبنائها والعرب عليها لتخرج من ما هي فيه. من الواجب على جميع قادة الرأي في الوطن العربي التحذير عبر وسائل الإعلام من مغبة استسهال الأمور وتبسيط المشهد أو التقليل من مخاطر الكارثية، ليس على الساحة المصرية فحسب، لكن وكما أسلفنا على المنطقة برمتها. في الجزيرة نطالع مقال للدكتور محمد الجوادي: لماذا أو ماذا بعد الانقلاب المصري العسكري في مصر؟ رصد فيه الانعكاسات على الانقلاب العسكري في مصر على جوانب مختلفة في حياة الشعب المصري، بل حتى على الانقلابيين أنفسهم الذين وجدوا أنفسهم مكشوفي الغطاء. رغم الحملات الإعلامية المحمومة في خلق شرعية للانقلاب، فوجئت إدارات التوجيه المعنوية بتسريب كثير من أسرارها الحربية والمخابراتية، وقد حدث التسريب في كل مرة صوتا وصورة، وبما لا يدع مجالا للشك في صحة ما قد تسرب وفيما يدل عليه،
وربما كان فيديو المشايخ الثلاثة، اثنان منهما خريجا كليات التجارة، دالا دلالة واضحة على نوع فج من الإعلام التعبوي للتوجيه المعنوي فحسب. وقد خلق التسريب حالة مثالية من حالات التخريب الأوتوماتيكي لمنظومة لا أخلاقية وظفت المشاعر في غير مسارها الطبيعي بقصد وترصد، بيد أنه في المقابل دفع الإنقلابيين إلى التفكير الملح في ضرورة إيجاد آليات لتأمين خططهم وخطهم. وسرعان ما وقع الإنقلابيون أسرى فكرة الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية تضمن لهم النجاة من تطفل مواقع التواصل الاجتماعي، مع أن هذا غير ممكن بالطبع، لكن الإلحاح في تسويق الفكرة جعل الإنقلابيين يرحبون بأن يحاولوا إيجاد علاج مكلف، لأنهم يرغبون بشدة في النجاة تماما من السرطان بقدر الإمكان. عبد الغني الماوري نشر له المصدر مقال بعنوان ضربات محدودة لكن نتائجها لن تكون كذلك، في إشارة للضربات المحتملة التي يخطط لها ضرب مواقع لقوات النظام السوري. نقل فيه رؤية بعض المحللين بشأن هذه الضربات وحقيقتها من وجهة نظره. تشير أغلب التحليلات في وسائل الإعلام الغربية إلى أن المسألة تتلخص في إضعاف بشار الأسد وليس إسقاطه. ووفقا لوكالة رويترز، فإن الغاية من توجيه الضربة هي تلقين بشار الأسد وإيران درسا في عواقب تحدي الغرب لتغيير دفة الحرب الأهلية، إذ لا تبدو واشنطن متحمسة لتقويض نظام الأسد قبل العثور على البديل المناسب، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد. وإلى أن يحصل ذلك، يعبر مسؤولون غربيون عن خشيتهم من أن يعتقد نظام الأسد أن بمقدوره استخدام الأسلحة الكيماوية دون أن يتعرض لعقاب. مرة أخرى، لا يتعلق الأمر بالخوف من سقوط ضحايا جدد، ولكن ثمة خشية من سقوط هيبة الغرب الذي تعهد بعدم السماح باستخدام أسلحة محرمة دوليا على هذا النحو المريع الذي حدث في الغوطة. وفي الصحافة الجديدة نتابع أهم المشاركات المتفرقة على الساحة المحلية والدولية. التدخل الأجنبي بكل أنواعه في سوريا، سواء كان من إيران وروسيا وحلفائها أو أمريكا وحلفائها، وتعامل الشارع العربي معه، هو موضوع الباحث والمدرب جمال حميد المليكي على صفحته بالفيسبوك. تدخل روسيا وإيران وحزب الله بقتل السوريين على الأرض السورية، هذا كله ليس تدخلا أجنبيا، لكن أمريكا تدخل أجنبي. أعتقد أن الحر هو من قال لا للاثنين، أما الذي كان مع التدخل الأول وضد التدخل الثاني فهو لا علاقة له بالمبادئ والقيم، هو فقط انتهازي يستخدمها لتبرير إجرام بشار وأعوانه، ويستمر التساقط لكل من يدعي الانتماء لقيمة أو مبدأ ثم يسقط في اختبارات الواقع. القيم تنتقم ممن يدعي الانتماء لها والدفاع عنها كاذبا، القيم لا ترحم يا سادتي. الشاعر الثوري فؤاد الحميري على صفحته بالفيسبوك استحضر مفهوم الاستقلالية، مؤكدا أن البعض يتحدث عنها وكأنها تنظيم وكيان سياسي فيصدر البيانات باسمها. هل يصح لبعض الشباب المستقل أن يجعل من نفسه متحدثا باسم الشباب المستقلين فيصدر البيانات باسمهم ويتخذ المواقف نيابة عنهم؟ جواب: هناك شباب مستقل، لا شك في هذا، والاستقلال يعني عدم الالتزام التنظيمي مع أي من المكونات السياسية القائمة، هذا مؤكد، لكنه يعني أيضا عدم تحول الاستقلالية إلى تنظيم بذاته، يدعى الآخرون إلى الانتماء إليه والانتظام في صفوفه، أو يرفض التحدث باسمه إلا عبر ناطقه الإعلامي أو مؤسساته الرسمية. الاستقلال بالمختصر المفيد أنك الوحيد الذي يمثلك وأنك لا تمثل أحدا سواك. وعن تطورات الوضع في سوريا وردود الفعل الدولية إزاء معاقبة النظام السوري، كتب الدكتور فيصل القاسم على صفحته بالفيسبوك مقارنة بين التدخل عام 2003 في العراق من قبل تلك القوى وتبريراتها، وبين التدخل في سوريا وتبريراتها.
الفرق شاسع جدا بين الموقف الغربي من العراق عام 2003 والموقف الآن من سوريا. ففي الحالة العراقية كان الغرب يعمل بمبدأ عنزة لو طارت، أي أنه كان يريد أن يتدخل في العراق بأي وسيلة وتحت أي حجة. أما في الحالة السورية فالغرب يبحث عن أي ثغرات سياسية وقانونية كي يتنصل من التدخل في الشأن السوري. لاحظوا كيف ضرب توني بلير عرض الحائط بالاعتراضات البرلمانية والشعبية للتدخل في العراق عام 2003، وكيف أعلن كاميرون فورا أنه يحترم تصويت البرلمان. شتان بين الوضعين العراقي والسوري. في تغريدة اعتبرت ردا راقيا على تصريح الأمير السعودي بندر، قال فيها إن دولة قطر ليست سوى 300 شخص وقناة تلفزيونية، وهذا لا يشكل بلدا. قال وزير الخارجية القطري خالد العطية في صفحته على تويتر قائلا: مواطن قطري يعادل شعب، وشعب قطر عن أمة بأكملها. هذا ما نلقنه لأبنائنا مع كامل الاحترام والتقدير للآخر. في ازدواجية المعايير عند اليساريين والقوميين العرب في الشأن السوري والمصري، كان موضوع تغريدة للكاتب العربي ياسر الزعاترة عبر تويتر، قال فيها: أن تدعم بعض دول الخليج وإسرائيل وأمريكا إسقاط مرسي المنتخب فذلك يستحق الترحيب عند يساريين وقوميين. المزايدة في الثورية هي فقط على السوريين. مشاهدينا الكرام، كان هذا أبرز ما تناولته الصحف المحلية والدولية. يمكنكم متابعة المزيد عبر سهيل.net. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.